خريجين مدارس أجنبية ومدارس لغات وأجنبية، مدارس خاصة وكذلك جامعات أجنبية وخاصة، والمفاجأة الإنجليزي صفر، ودي الحقيقة شفتها بشكل كبير جدا جدا جدا. حابب أشوف ناس بيحبين إنهم يدخلوا عيالهم مدارس أرقى، وأنا معاهم إن التعليم كلما كان أفضل كلما كان كويس للشخص، ولكن بيكتشفوا إنه الإنجليزي صفر، الولد طالع يقول لك بابي مامي وورر والكلام الغريب ده وبرجر والكلام ده، لكن على أرض الواقع وتعمل له بلاسمنت تيست أو اختبار تحديد مستوى أو تتكلم معاه بلغة إنجليزية صفر كبير جدا جدا. طب إيه السبب لده؟ السبب لده إنه في المرحلة المدارس والجامعات هو بيديله منهج، المنهج ده هو أوريدي بس بيحل عليه، يعني بيبقى مالتي تشويس بقى اختيارات، هو بيحل بيجيب قصة، الموضوع الحقيقة مش بيكون فيه نوع من أنواع تطوير اللغة الإنجليزية بالشكل اللي الناس بتكون فاكراه. الناس فاكرة إن هو خريج الجامعة الألمانية الجامعة الأمريكية وإن هو هيلبلب في الإنجليزي، وهو للأسف فاشل بشكل كبير جدا. ده الحقيقة أتمنى يفتح قدامكم شوية حاجات، إن أنتم ما تقتنعوش بإن كل الناس اللي بتتخرج من أقسام اللغة الإنجليزية لغات مدارس أجنبي انهم اللغه الانجليزيه بتاعتهم عظيمه، مش شرط تماما، وممكن تكون سلبيه وسيئه جدا. فارجوكوا خلي في بالكوا ده المعلومه دايما باستمرار، انه ليس ده هو المعيار، وان هناك معايير اخرى كثيره لهذا الامر، وانك لو انت خريج هذه المدارس اوعى تعتمد على انك خريج هذه المدرسه وطور من نفسك من اللغه الانجليزيه بسايد او بجانب دراستك، علشان ربنا يوفقك ويكرمك بإذن الله وتجد فرصة عمل أفضل في سوق العمل.